صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الأفضل في حق من أتى لصلاة الجماعة بعد أن رفع الإمام من الركعة الأخيرة؟ هل يدخل مع الجماعة أم ينتظر جماعة أخرى ليصلي معهم بعد تسليم الإمام؟ القول الراجح أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فإذا فاتت الركعة الأخيرة، إن كنت تعلم أنه سيأتي ناس وتصلون جماعة انتظرهم، وإن لم تعلم أحدا يأتي ادخل مع الإمام فيما بقي، تنال الأجر والثواب، ولا يفوتك الأجر وتفوتك الجماعة أيضا. نعم.